حكاية غريبة. في الوادي الجديد في منطقة الدخلة بقالها مدة، وابتدى يبقى فيه فيديوهات غريبة على السوشيال ميديا. الأرض بتطلع دخان وبتطلع مادة حمراء كده كأنه في بركان، يعني كأنه في، تعرفين الأراضي البركانية ديت والحاجات دي، حاجات غريبة كده. هو شايفين الأرض عاملة ازاي؟ ده في مصر الكلام ده. فطبعا أنا قلت إيه، زلزال وفي بركان في الدخلة كده، فلة شمعة منورة كده، حلوة أوي. المنطقة ديت منطقة أرض بعيدة عن العمار شوية، زي ما انتوا شايفين بيطلع منها حمم، معادن، دخان. ايه الحكاية؟ ايه الموضوع؟ يعني حتى الناس مش عارفة اذا كان الامر ده حقيقي ولا مش حقيقي، الكلام ده في الدخلة ولا مش في الدخلة. طبعا اهو بص بص بص، النار، نار بتطلع من تحت الارض. ايه الحكاية؟ يعني ازاي اما تيجي بلدوزر وتفحت كده من تحت الارض ويطلع لك نار؟ بص بص بلدوزر وهو بيفحت تطلع نار من تحت. ايه الحكاية؟ ايه اللي موجود هناك؟ ليه ده بيحصل؟ معانا الدكتور محمد عبد الظاهر، استاذ مساعد جيوفيزياء بمركز البحوث الفلكية. اهلا دكتورنا. اهلا وسهلا استاذ عمر، وسهلا استاذ المشاهدين. ايه الحكاية يا فندم؟ الكلام ده فين وبيحصل ليه؟ طب الحكاية يا استاذ عمر ان احنا جالنا بعض الاستفسارات والتساؤلات عن خروج دخان ابيض من بطن الارض في منطقة الهنداوي بالدخلة في محافظة الوادي الجديد. طبعا تم تشكيل فريق عمل من المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية للوقوف على طبيعة هذه الظاهرة، ورحنا هناك قعدنا 4 أيام قسنا فيها بعض القياسات الجيوفيزيقية وخدنا عينات من الأرض وعينات من آبار المية الموجودة في منطقة الدراسة. في البداية الوضع كالآتي في الزعمر، يعني إحنا لما روحنا هناك لقينا أدخنة بيضة طالعة من باطن الأرض. هو أنتوا فعلا لما روحتوا لقيتوا حاجات زي الفيديوهات ديت، دخان أبيض طالع من الأرض؟ بالظبط بالظبط، دخان أبيض طالع من الأرض ورائحة كبريت H2S أو كبريت الهيدروجين. ودرجة الحرارة المتقاسة هناك حوالي 240 درجة سيليزية. 240 يا فندم؟ درجة سيليزية، درجة 240 درجة. يعني 240 درجة سخونة؟ سخونة بالظبط بالظبط. ده فوق درجة الغليان بكتير يعني. دي درجة الصخور مش درجة المية. درجة الصخور 240. أخذنا طبعا عينات عشان يتم تحليلها إن شاء الله. انا لسه جاي من هناك امبارح، فلسه حتى ما بعتناش العينات للمعامل عشان تحلل. ولكن التقرير المبدئي بيقول ان المنطقه هناك، اولا بحب اطمنكم واطمن اهلنا في الوادي الجديد والساده المشاهدين ان ده ليس له علاقه باي براكين يعني او اي نشاط زلزالي في المنطقه، لان التفسير المبدئي للبيانات الجيوفيزيقيه اللي احنا عندنا واحنا لسه في بدايه تفسيرها، يعني بيقول ان المصدر حرارة قريب من السطح مش عميق. يعني لان انا شايف البلدوزر بس يعني قلب كده فشفنا الدخان فعلا قريب من الارض جدا. هو الفكره ان احنا كنا عايزين ناخد عينات من الارض ما تكونش تعرضت لعوامل التعريه، ولذلك احنا طلبنا البلدوزر ان ياخد زي كبشات كده عشان يطلع الارض وناخد عينه صافيه. هو يحرك الارض مشتعله وفيها كبريت، فبالتالي التحرك ده هيطلع الألسنة النيران اللي انتم بتشوفوها في الفيديو. ولكن ده مش موجود في الطبيعي، مش موجود على طول، يعني لو رحت هناك هتلاقي عباره عن بس دخان ابيض موجود، لكن لو تم تحريك التربه الارضيه او الصخور الصخريه هيتم خروج هذه النيران عشان الاحتكاك. يعني الاحتكاك بالظبط بالظبط. طيب طبعا حضراتكم دي قرب ناس ساكنه هناك، ما ممكن الاهالي يقولوا لكم الموضوع ده بقاله سنين ولا قريب ولا بعيد؟ احنا بالفعل سالنا الاهالي هناك وقالوا ان الموضوع ده ليه 3 سنين. 3 سنين كده. بيظهر في الشتاء وبيختفي في الصيف. ولكن اعتقد ده بسبب الجو نفسه، ان درجه الحراره في الصيف قليله فبيبان الادخنه عشان اختلاف درجه حراره الارض والاتموسفير بتاع الارض. ولكن مفيش فرق بين فصول الصيف، يعني الصيف او الشتاء.
أقول لحضرتك تفسير مبدئي في البيانات الجيوفيزيقية إن ملوش أي علاقة بالبراكين وإن هو منطقة ضحلة أو مش عميقة، لأن حتى إحنا لما خدنا عينة من البير القريب من المنطقة حوالي 600 متر من منطقة الدخان وجدنا إن المية حتى يعني مش سخنة، يعني حوالي 30 درجة سيليزية، يعني زيها زي أي آبار موجودة العادي العادي. فلو كان مصدر حرارة تحت المية أو في أو 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 مختلط بمياه جوفية كان هيتم تسخين المياه الجوفية أكتر من كده، لذلك من المتوقع يكون المصدر يكون قريب جدا من السطح، ممكن يكون أقل من 100 متر. طب الصخور اللي طالعة دي ولا المعادن اللي طالعة دي هي إيه؟ يعني أنا عارف طبعا أنتوا لسه هتحللوا هذا الأمر، ولكن أنتوا عندكم خبرة طبعا بتعرفوا الحجر ده إيه أو إيه الحاجات دي؟ بص حضرتك المفروض هناك إحنا لاحظنا وجود طفلة سوداء اللي اسمه بلاك شيل، طفلة سوداء، والطفلة السوداء عادة بيبقى مصاحب معاها معدن اسمه البايرايت. البايرايت الكيميكال كومبوزيشن أو التركيب الكيميائي بتاعه FeS2، ده حديد يعني حديد وكبريت، حديد سلفريك بالظبط بالظبط. فايرن سلفايت، المعدن ده لما يحصل له أكسدة بيطلع حرارة جديدة وبيتم تسريب الكبريت على السطح وخروج رائحة الـ H2S أو رائحة البيض الفاسد اللي هي رائحة الكبريت الهيدروجين. ده التفسير المبدئي اللي بيحصل، ولكن التفسير النهائي بعد ما نحل العينات سواء عينات المية أو عينات الصخور، لأن برضو لازم نتأكد إن ما فيش أي مواد مشعة. طب احنا هنستفيد إيه من الدراسة دي؟ يعني يعني هل مثلا نقدر نستفيد من الحاجات اللي طالعة دي، المواد دي في حاجة هتفيدنا يعني؟ بالظبط بالظبط. هو ما دام ظهرت الحكاية دي بقى بألسنة لهب وادخنه كتيره في المعادن، لو في معادن او في حاجات حامل الكبريت بكميه اقتصاديه ان شاء الله تكون معقوله، ممكن الاستفاده منها في صناعات مختلفه يعني ان شاء الله. يعني البيروت بيستخدم في الدوائر الكهربيه، بيستخدم في تصنيع حمض الكبريتيد، في كذا، في الاصباغ، في الصباغه، في الحبر، فالحاجات دي كلها ممكن استخدامه في انتاج هذه الاشياء. ولكن في البدايه لازم نستنى تحليل عينات عشان نتاكد من طبيعه هذه الظاهره ونشوف كمية الاقتصادية للمعادن الموجودة هناك ومدى الاستفادة منها. أكيد. بشكر حضرتك شكرا جزيلا الدكتور محمد عبد الزار، عشان بس الناس اللي قاعدة على السوشيال ميديا تقول بركان في الوادي الجديد، هي سنة 2020 دي بقى مش هتخلص، ده البركان ده هياخد الناس، وما فيش بركان، عشان بس ايه في ناس غاوية جنازة وتشبع فيها لط، ما عندناش بركان، ظواهر طبيعية. على فكرة محافظة الوادي الجديد دي مساحة يعني دولة، فممكن يبقى فيها مظاهر طبيعية غير عادية، ووسط ده وجنب ده مزروع هناك قمح، هناك في أكبر مزارع بتاعة التمور، ويعني في أشياء كثيرة عظيمة في الوادي الجديد، وعلى فكرة في طبيعة مذهلة، العالم كله في ناس كتير بتيجي من برة عشان تقضي أوقات في هذه المحافظة الجميلة. فيعني بس حضراتكم اطمنوا انه مفيش براكين ولا في حاجة.